السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم الجديدة. عاد الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي ليصنع الحدث في البرتغال، وهذا رغم مرور أشهر من رحيله عن هذا البلد اتجاه قطر. وظهر صاحب المراوغات السحرية في بث مباشر رفقة زميله السابق في بورتو ماريكا ليلقى تفاعلا كبيرا من أنصار الدراغويس، وطلب محبو تنانين من متوسط الميدان الجزائري ياسين إبراهيمي العودة لصفوف فريقهم في القريب العاجل، لأنه ترك فراغا رهيبا لم يملأ لحد الساعة، وتبقى إمكانية تغيير محارب الصحراء للأجواء شبه منعدمة باعتباره يمتلك عقدا طويل الأمد مع الريان القطري. وكانت إدارة الرهيب قد أكدت مؤخرا بأن التخلي عن هدافها خلال الفترة الحالية أمر مستحيل مهما كانت العروض التي ستصله. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.